يا ابو عزيز. المطلب تاعنا هو ذهب محمد تولاق اللي خرج للتقاعد في 2015 اللي مازال هو يسوطو بروغرام بورت بارول دي بوستي اي بوستيير اي تو لي ترافايور دو سيكتور دو مينستير دي بي تي تي الور كو عمال القطاع بما في بريد الجزائر اتصالات الجزائر وموبيليس قال لك هذا الانسان ما يمثلناش. 2010 عامين نحو الامين عام جابوا عامين وحده اخرى عامين وحده اخرى زادوا امين عام وحده اخرى زادوا نحاوه وبعد بقى فارغ نقابي عامين حتى 2016 باش كاين اغراض باش الناس تفهم بلي كاين اغراض كاين نفوذ كاين الناس اللي تحب تخدم فكما نقولوا في الامميه العاكره وبعدها انا جيت في في فيفري 2016 ما عنديش حتى عام ونص عطوني الاسباب اللي حبيت نحيوني اسباب نقول لك علاش الاسباب باسكو لي جياف جات دارت خدمتها لي جياف دارت خدمتها على جال الخدمات الاجتماعيه. حنا اليوم اللي قساونا علاش قساونا؟ باسكو نددنا ب ضياع الاموال تاع الشؤون الاجتماعيه وتاع التعاضديه. حنا اليوم كي قلنا باللي لا للفساد راحوا قساونا من النقابه انا والامين العام وسيسبونداونا. اليوم نحن نطالبوا باش يرجعونا الاموال تاعنا. اون دينونس لا مانيير دونت اي لا بوتشي لو بيرو سينديكال ناسيونال ا سا تيت مسيو اوكال. دونك نو كونسيديرون كوم ايتون سيت اون مانوفر سيت ان بوتش سيت مانوفر دو بوين دو فيو سينديكال ايليغال.